المدينة العتيقة بطنجة، بوابة إفريقيا التي تطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، صاحبة الموقع البيضاوي الرائع. هي المدينة التي تعاني اليوم من ركود اقتصادي مهول بسبب السياحة الخارجية ولأسباب أخرى. هذا ما سنعرفه رفقة التجار والصناع التقليديين، ابقوا معنا. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأول حاجة وآخر حاجة كنشكر أشواقة اللي جات عنا هنا مدينة القديمة تشوف الضغوطات اللي كنعيشوها والمشاكل اللي كنعيشوها حنا في هذا القطاع السياحي بالضبط. الاسم ديالي بكوري العالم إبراهيم، يعني الدومين ديالنا أرتيزانال بعشرة. عندنا تبارك الله جميع أنواع الأرتيزانال هنايا، وحاليا الحدود مشدودة ومع جائحة كورونا كنعانيو بزاف بزاف بزاف، يعني واحد يعني ما نقدرش نتخيل راسنا كيفاش هاد المعاناة اللي كنعانيو منها بزاف. ما كاينش التجارة مرة، حتى واحد ما كيطلع عنا، حتى واحد ما كيسقسي فينا بالنسبة لهاد الناس هادو اللي مسؤولين على هاد القطاع هذا كامل، يعني كلها يلغي بالغا، فهمتيني؟ و التجارة ما كايناش مرة، ما حتى واحد ما كيجي عندنا. هادشي كان كاين من قبل ولا عاد ولا دابا؟ هادشي دابا عاد رجع حاليا بالنسبة ملي شدوا الحدود، باقي ملي كانوا فاتحين الحدود غير ديك الطيار كيجيو. كان تحرك شويش الامور شويش مزيان، يعني كنحركوا شويش، كنقدروا نخلصوا يعني كراوات اللي تابعينا، كنقدروا ناكلوا حنايا ونشربوا ونلبسوا شويش. حاليا دابا ما كاينش مدخول، ما كاينش. في نظرك ان اذا تحركوا دابا مثلا السياحه الداخليه واش ضرت بكم في شي حاجه؟ ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يكون خير، كنظن تفيدنا بشي حاجه، ماشي شي حاجه كما كنا كنتصوروا بالحق. المينيموم بعدا غير واخا يجيو غير عندنا، مرحبا بهم، غير يجيو غير عندنا، غير يعرفوا مدينه قديمه دابا تبدلات، ما بقاتش كما كانت شحال هادي. تبارك الله دابا الاصلاحات، كلشي فيها مزيون، الزناقي، الشوارع، الديور، وفيها قهاوي، فيها مطاعم، فيها محلات صغارين. واخا الانسان عاود يجي مدينه قديمه غير يشوفها، واخا يشري هدايا غير صغيره مثلا ابتداء مع 10 دراهم، كاين تبارك الله ابتداء مع 10 دراهم وما كيتحددش بالضبط الاثمنه، وعلى حسب كل واحد والجهد ديالو. السلطات اذا بغات تعاونكم في شي حاجه مثلا بحال الترويج ولا شنو تقدر تقدم لكم؟ اش غنقول لك بالنسبه لهذا الشيء؟ هذا السلطات اللي بغات تعاوننا كنطلبوا منا زعما مينيموم، واخا تزولنا غير هاد عامين الاخرين ديال جائحه كورونا بعد الضريبه، وتعمل معنا شي دعم، يعني يتفاهموا مع الابناك ولا شي حاجه يعملوا معنا شي دعم، نحاولوا ما امكن بعدا نخرجوا حنا من الجائحه هذه. حيت شنو غنقول لك؟ ما نقدر نقول لك دابا حنا حاليا في الجيب ديالنا ما عندنا شي ثمن ناكلو، ماشي كنكذب عليك صراحه. دابا حاليا اي واحد كيضطر يمشي يسلف من عند اصدقاء ولا عائله، واغلبيه الناس ما كيقدروش يسلفوا لنا. دابا انا عندي السلعه مثلا هنا في المحل، رزقي هو عندي هنا تبارك الله في المحل، شنو غناكل؟ واش غناكل هاد السلعه؟ يمكن لي شي. سمحني سقسك، هاد السلعه واش كتستوردها ولا كتصنعها؟ هاد السلعه حنا كيخدموا معنا لي زارتيزانو، يعني صناعيه بزاف. عندنا صناعيه كيخدموا معنا في مراكش، عندنا صناعيه كيخدموا معنا في فاس، عندنا صناعيه كيخدموا معنا في الدار البيضاء، يعني في كازا. يعني حتى ديك الصناعيه عاود تبارك الله عندهم الناس اللي كيخدموا معاهم، عاود هما كيستافدوا. يعني حنايا ضايعين، وبيع شري اللي كيجيب لنا ضايع، وديك الصانع مول المحل اللي في مراكش وفي كازا وفي فاس ضايع، والخدامه اللي معاهم ضايعين. يعني هذا المحل هذا انا نقدر نقول لك دابا عندي اكثر من 40 واحد ولا 50 واحد كياكلوا معايا فيه، يعني بين مراكش وكازا وفاس. يعني الصناع كل واحد مينيمو كاين 3 ولا 4 في مراكش، كاين 4 ولا 5 في فاس، كاين 3 ولا 4 في كازا. يعني الا عملنا لهم غير 3 لواحد راه تبارك الله كتجي تقريبا 40 واحد كياكل مراد المحل. وعاد انا كناكل مراد المحل انا والعائله ديالي والوالدين ديالي والاخوان، وزائد يعني كنخلص مول هاد الكره هذا حتى هو تابعني، يعني حتى هو عنده العائله ديالو عاود. يعني تبارك الله عائلات واحد الحاجه، يعني الدوله
وهاد الناس هادو كيشوفوا من واحد الناحيه، بالحق حنا كنشوفوا من ناحيه اخرى، كيقولوا غير حنايا اللي كنستافدوا، راه حنا عندنا بزاف الناس كيستافدوا من هذا المحل هذا. شنو هي الرساله اللي تقدر توجه لساكنه طنجه بخصوص المدينه العتيقه؟ هو كنطلبوا من ساكنه طنجه يجيو زعما يزورونا هنايا، واخا يشربوا غير قهوه ولا اتاي، كاين مطاعم يديو الهدايا واخا غير صغيره، يشوفوا تبارك الله كاين قصبه دابا تبارك الله مدينه قصبه زيانات بزاف، تما الحبس هذا فتحوه من جديد، كاين قهاوي، كاين لي روستورون، كاين يعني ارجع متحف دابا، وممكن تدخل له يعني بدون مقابل، يعني الزياره يعني غاتويت، وهذا الشيء اللي كاين كامل عدلات السلطات باش تعاون في الترويج ديال المدينه. برافو لك باش تعاون في ترويج المدينه القديمه، حيتاش مهرسه بزاف، ومع هاد الاصلاحات هادو زادت تهرسات، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعني منين يفتحوا الحدود هادو، كنطالبوا الحدود تفتح لاسبانيا، هذه قريبه، حنا اغلبيه كنخدموا مع اسبانيا، السواح كامله كتجي من الجزيره من جهه اسبانيا. شكرا بزاف، وكنشكر اشواق. جميع الناس اللي خدامين هنايا، وجميع الناس اللي خدامين في هذه الصناعه التقليديه كامله، من الجلد ومن الزرابي ومن النحاس ومن الفضه ولا من المعدن، فهمتي، واللي خدام في 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 في, في الحالي، هادو كلهم قطاعات مشلوله من كورونا الى يومنا هذا. ما كاينش الناس ديال المغرب ديال طنجه ما كيشريوش هادشي؟ هاد الناس ديال طنجه ولا ديال المغرب كيقدرش يدخل شي واحد على 10 ايام ولا 15 ايام يشري لك شي صويك يعطيك فيه راس المال ولا يعطيك فيه 10 دراهم، لان المغاربه ناس عندهم تهم القوه الشرائيه ديالهم ضعيفه بزاف، كل واضح هو السبب، خلاف اخرين. اما السياح كيجي انا هو كيعجبو الصناعه التقليديه كيعطيك واحد شويه ديال البينيفيس، وكتبيع معاه 10 بياسات في النهار ولا 12 بياسات كتستافد شي شويه، سورتو لي فوندور هما اللي كيبيعوا، لي فوندور في هاد لي دومين هادو هما اللي كيبيعوا في المغرب. الا كانت مرشد كاين، الا كاين في المغرب مثلا 3000 مرشد ولا ما يزيد، كاين لي فوندور في المغرب اكثر من 12000 فوندور في المغرب، لان كل حانوت ولا كل بازار ولا كل اي حاجه كاين لي فوندور اللي كيهضروا 3 4 5 اللغات، هما اللي كيجعلوا السائح يشري، خصوصا في لي دومين ديال الزربيه، لان الزربيه عندنا فيها واحد العدد الاشكال، لانه عندنا بزاف ديال المناطق في المغرب اللي كتجي بالزربيه، ولي فوندور هو اللي كيشرح على النوع ديال الزربيه في اي منطقه، وكيقنع الكليان وكيشريها بواحد الثمن معقول، وكيشري جوده فيها المغربيه، هذا معك الزربيه الرباطيه، كاين الزربيه الفاسيه، كاين الرحمونيه، كاين شي شاويه، اذا كاين عدد من نوع الازراب ديال الزربيه، الزموريه، الزايده الى اخره، كاين عدد ديال انواع ديال الزربيه، الفوندور هو اللي كيشرح هو اللي كيبيعها. بالنسبه للزربيه الجلد. المدخل ديال الزربيه في المغرب ديالنا، شكون اللي كيجيب الدور اللي كيجيب الدور ديالها تباع في البازارات، تباع في البازارات، هو لي فوندور، هما البياع والشراي اللي كيهضروا اللغه، هذوك هما الرقم واحد في المغرب، هذوك هما اللي خصهم يدعموا من سين مره، دخلوا الملايير ديال الدولارات وديال سويس فرنسا والالمان، اللي كان سويس فرنسا والالمان دخلوا الملايير ديال الدرهم ديال الدوله. نعم، عندهم دور مهم في الاقتصاد ديالهم، هما لي فوندور اللي كيبيعوا الزربيه والصناعه التقليديه، الصراحه هي هادو نساوهم مره ما كيجبدوهمش. انت واحد منهم؟ انا واحد منهم. عندك بزاف ديال اللغات؟ عندي الاسبانية، عندي الفرنسية، عندي الايطالية، عندي الالمانية، عندي الانجليزية، عندي العربية ديالي. ما شاء الله. اه، ولكن عدد الاخوان بحالي هكذا، عدد اللي عندهم 40 عام، 50 عام، 60 عام، 70 عام، منسيين مره، هادو هما اللي خصهم يكونوا الرقم الواحد الاول في الصناعه التقليديه، يجيو يسولوا هاد لي فوندور اللي كيخدموا في هاد لي دومين، هما اللي دخلوا الفلوس، هما العمود الفقري ديال العمله الصعبه اللي دخلت المغرب، هما لي فوندور اللي كيهضروا اللغه. شحال عندك ديال من سنه في هاد الدومين؟ 40 عام. ما شاء الله. وعندي كثير من الناس اللي عنده 50 نهائيا. سبق لك شفتي شي ركود اقتصادي من قبل في السنوات الماضيه بحال هذا اللي كاين هذا العام؟ ابدا. جات الحرب ديال الخليج 91 و2003، ولكن هذاك الشيء طفيف، ما كانش الحدود مسدوده ولا هذاك الشيء طفيف، فهمتي؟ كاينش الحدود مسدوده ولا الطيار مسدود، ماشي دابا كلشي مسدود، حتى الطير ما كيطيرش في السماء، لا بر ولا بحر ولا حنا غير خوتنا هنا الاسبانيين والمغاربه الجيران كيجيو لهنا كيفتحوا لنا غير هذا، كانوا كينفسوا الاقتصاد ديال المغرب. اسبانيا مثلا عندها اوروبا جيرانها كامل كيجيو عندها، وكتحل على امريكا اللاتينيه، شحال من دوله امريكيه كتهود عندها، ماشي حنا بحال اسبانيا، حنا اللي جينا افريقيا، حنا ما عندناش افريقيين اللي عندها غيجيو لهنا غادي يشريو ولا شي حاجه ابدا. ولهذا هاد القضيه ديال هاد الصناعه التقليديه كلشي مضرور فيها،
مثلا نعطيك مثلا على الزربيه، الزربيه كتخدم مثلا في ازمور او فاس او مثلا او في زيان، كتجبر العائله خمسه اربعه الخميس عندهم مرمه وكيخدموا ديك الزربيه وكيجيبوها مول البازار، مول البازار كيعرضها للبيع والفندور كيبيعها مثلا شحال من عائليه كتاكل في ديك الزربيه. ماشي غير بيع او شراي، سبقوها من الاول، واللي كيبيع الحلي اللي كيبيع الحلي حتى هو عاود مثلا في زكوره ولا هذوك الناس مشهورين كاملين فهمتي، هذوك عاوتاني شحال من واحد كينتعش منه والو ولا شيء، هادو الناس كلهم كيشعوا، ما شحال من مليون يكون يقول لك انا راه ما كيبغيش يقولوا الحقيقه، شحال من مليون كيسعى في هذا النطاق هذا، السياحه ما عندهاش كيقولوا عندها 7% ولا 10%، السياحه عندها 30% ديال اليد العامله 30%، وانا كنتحدى هذا الشيء وكنتحمل مسؤوليتي 30% عندها ديال اليد العامله من الحلي في جميع المناطق ديال زكوره وديال الريصاني مثلا وديال تنغير وكل شيء، هذوك الناس كاملين كيعيشوا من ديك الحلي. مثلا تازنغت، منطقة تازنغت، منطقة تازنغت كاملة هذيك المنطقة كاملة كتعيش بالزربية ديال تازنغت، ما بقاش كتباع. الناس ديال زاين أزمور ديال بنين جعد. كاين عندنا مناطق كبيرة اللي كتنتج الزربية ولكن لا شيء من هذا القبيل كامل. نعم. دابا شنو الحل باش هاد مثلا نهضروا على المدينة العتيقة بالضبط وجميع الصناعات اللي فيها، شنو الحل باش يعاود ينتعش من جديد؟ مزيان، الحل هو أنه هذا سؤال وجيه. الحل هاد الناس المسؤولين ديالنا إذا كانت نقولوا كاين مرض ولكن وباء أنا ما نسميهش وباء، هذا مرض مصاص اللي كارواح وصافي عادي خصنا نعيشوه، ولكن ما يضربوش المواطنين، يتصرفوا كيفاش يداويو الناس وكذا، ولكن ما يضربش المواطنين مثلا ما عرفتش شحال من مليون كامل كيموتوا بالجوع هو وليداتهم، الناس عندها ولادها عندها مسؤوليه، مساكن عندهم ما ياكلوا عندهم خصهم، كيف يعقل بانه انت ما خدامش وكيجي يدير لك المكانه ديالك تزيد المكانه ديالك بالضو، الناس ما خداماش ما بيع ما شاري ما داير والو ويجي هو يهدك بانه هو انت ما وكلوك شاروك محسوب عليك تخلص الموضوع، انت ما جبرتيش باش تخلص الكلا ديالك ما تخلصش الماكله ديالك، ويجي هو والضو يجي يدير لك المكانه ديالك يخليك بلادو يديك تلمة للماء، هو واحد الحاجه حيويه داخله في حقول انسان، يقدر يدير لك المكانه ديال الضو ديباني واخا بالشمعه ولا من شي حاجه وما يديلكش المكانه ديال الماء، لان المكانه علاش غيديها الامانديز؟ هذيك داخله في حقول انسان ديال الماء في الطهاره، عندك صابي ولا عندك شي حاجه غادي تطهرو كيخصك الماء، الضو ماشي مشكل نقدر نصبروا عليه ندو غير بشمعه، هذا راه تعدو، ونقول لكل صراحه هذا تعدو على المواطن في ضد اميل ديالنا، حنا زعما كاين مهلوك مره مسالم مره كل صراحه. دابا الحل هو انهم يفتحوا الحدود، يفتحوا الحدود ويتعاملوا مع المرض كما انجلترا مثلا عندها 200 الف ديال الناس، والبارح الكامبو عندها عامر بلاك ما بلا والو، كيف هذا التناقض؟ كيقول لك انهم هذوك لقحوهم كاملين، هذوك شو نقول لك واحد الحقيقه، شي الشعوب الاوروبيه كلها فشه ما كيلقحوش كاملين وماشي كيلقحوا كاملين، خليها لك بين قوسين الحريه وحقوق الانسان، هي الروسيه اللي صنعت الدواء والمواطن ديالها ما لقحوش حتى 25%، انا نساعدهم مثلا اسبانيا عندك المرض ولكن عندها اوروبيين اللي كيجيو عندها بالبسكليت ولا بالسياره ولا شي حاجه دخلوا عندها سواح، هي من الدول الغنيه اسبانيا، حنا جينا حنا افريقيين ما عندنا والو، ما كيجي عندنا حد من افريقيا، حنا جينا مزورين مع افريقيين ما عندهم والو، اولا اما اسبانيا اللي فتحت غير الحدود مع امريكا اللاتينيه عندها شحال من دوله 6 ولا 7 دول كاملين كيهودوا عليها وكامل كتنتعش معاهم، حنا ما عندنا والو، غير المغاربه عندنا واحد العدد ديال المغاربه في اوروبا يطلقوا لنا غير هذوك المغاربه راهم مهمين بزاف بالنسبه للدوله، التراث المغرب نعم، هي مغاربه مخير في السياحه، مغاربه ولاو مزيانين بزاف كيعطيو القيمه للمنتوج السياحي وكيعطيو في جميع القطاعات المغاربه، دابا حنا تقريبا حنا هاد الشيء هذا المغاربه تقريبا ملي جاو ديال هذا كيجيو معاهم الناس هذا وكيعملوا لي كادو للعائله ديالهم والاصدقاء ديالهم والجيران ديالهم كما كيعاملوهم هما كيتعاملوا معاهم الناس، هذوك الناس طيبين صراحه، هي هادي يعني دابا العائق الوحيد اللي كاين هي سدود الحدود برا وجوا، إذن هنا مواطن خصوصا الصناعه التقليديه في جميع الميادين تاعها من الحيل الى الزربيه الى الصاك، هذا الحل الوحيد هو ان الحدود تفتح، ما كاينش حل اخر، ملي ما تحل اذا المواطن راه يعني مشلول تماما في هذه الصناعه التقليديه، ما عرفتش شحال مليون مشلول بكل صراحه، الله اللي عالم بينا، اقسم لك بالله اللي مشلول نهائيا، مغاربه شوف وهذا لا دومين، واحد ما عقل علينا
سورتو لي فوندور مساكن، لي فوندور ما عقل عليهم حتى واحد، هما الاساس ديال التجاره ديال الصناعه التقليديه، ما عقل عليهم حتى واحد. ما كاينش شي جمعيات بسميتهم تهضر بسميتهم ما 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 انها قطاعات غير مهيكله. هذا الشيء الذي انا نقوله دابا حنايا خصو يكون مهيكلين تقريبا هذه 30 عام ماشي اليوم عاد. في العهد ديالنا، في العهد ديالنا ملي كنا حنا شباب والسياحه موجوده في المغرب، هذيك الساعات كانت كتهيكل، خصها تكون مهيكل تهيكل هاد النوع ديال هاد الصناعه التقليديه. لي فوندور هما الاولين يسبقوا بهم بعدا. اللي خدام اللي كيجيب له عمله صعب اللي كيهضر باللغه. المرشد والفوندور هما البازار. هادو ثلاثه الناس هما العمود الفقري ديال الصناعه التقليديه والاقتصاد المغرب. عرفتي شحال دخلنا حنايا، شحال دخلنا في الدوفيز في العمله الصعبه حنايا، حنا لي فوندور موين البازار شحال دخلوا العمله الصعبه ملي كانت بسيطه وفرنك سويس والالمون اللي قبل ما دخل الاورو، وما كانش 80 ما كانش الفيزا ولا ميريكا اكسبريس ولا ديسكلوز، ما كان والو، كانت علي ترافيرسي وكان كاش. ومن بعد عاد طورت المسائل وبقى كيصبروا لي كارت كريدي اللي ماشي كارت كريدي. هادشي كامل قام به الفوندور وقام به الكاتب نتاعو في هذا الدومين. نحن هذا واحد الدومين ديال الدوله 30% ماشي 7% ولا ما كاينش 7%، انا كنتحداهم 30% الفوق اقتصاد المغرب في الصناعه التقليديه من الصانع ديالو الى البائع، انا كانت 30%. كنطلبوا مع المسؤولين الله يجازيهم بالخير، راه الناس في هذا القطاع ديالهم اللي كيخدم فيها واللي كيصنع فيها واللي كيبيعها كله مضرور، كله مضرور، الله اللي عالم به. نطلب الله تعالى نداء لهاد الناس ذو العقل السليم والعقل الحي واللي هما فيهم وطنيه. وحنا قبل كنا حنا وطنيين، الجيل ديالنا صعيب بزاف، حنا وطنيين بكل صراحه، الجيل ديالنا حنا اللي قبل منا كانوا وطنيين، وطنيين بصح، نهضروا بالحق ولا نخاف، ونهضروا الا بالحق، ليس بالعنفاجه ولا شي حاجه او بالتسنج ابدا، نهضروا بالحقيقه. ونطلب من الله تعالى تبارك ان يكون هذا النداء الى جلاله الملك والى المسؤولين في جميع القطاعات ينضموا لهذا الميدان هذا ويشوفوا راه 30% ديال الاضواء يعرفوا الحقيقه اللي كيعيشها. اياه ويعرفوا الحقيقه ويسلطوا على الاضواء ويعملوا اعلان، يتصلصوا على المول البازار، يتصلصوا على المول الحانوت، من البلغه حتى انا نقول لك من البلغه حتى لهذا. كل هاد الناس هادو كلهم واحد الشريحه كبيره في المغرب كتعيش. انا كنتحداهم يقولوا 10% من السياحه التقليديه ولا 7%، 30% ديال العمال. اما العمله الصعبه اما العمله الصعبه لا تحصى من السبعينات الى هذا، لا تحصى. هذا القطاع شحال دخل ومازال تيدخل. ونطلبوا من الله تبارك ونوجهوا نداء الى صاحب الجلاله يوقف بجانبنا وجابنا اخوان كلهم. انا لا اتكلم على نفسي، انا اتكلم كانه يتكلم معك الجميع، لان انا في هذا الميدان اعرف كل شيء بالسراء والضراء، اعرف كل شيء. انا اقول لك من البلغاء الى الطاقيه. وشكرا جزيلا لكم. عليكم انا على هذا المنتوج هذا اللي في يدك. اي هذا واحد الطرف من الزربيه اللي مخدومه في زيان، وكيجي الصانع كيشري الطرف الزربيه وكيقطعو وكيعطيه الصانع ديال الجلد. يعني كيخدموا جوج الحرفيين. جوج حرفيين ما شاء الله. ما معنى جوج الحرفيين؟ اي مول الزربيه ما تدخلش في مول الجلد، مول الجلد هو اللي دخل مع الزربيه. هذا كيقولوا حنبل زيان بلي بايت هام حنبل زيان. ها هي طريف ديال الحنبل والجلده فيها شتي. مقلي مغربي مقلب دم ديال تيكساس، بحال ديال تيكساس عنده فيه الالوان شتي. ما شاء الله زعما ابداع، والله الا ابداع. اجي تشوف اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.